السلام عليكم. هذه زيارة الرئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، واستقباله على وجه الخصوص من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالرباط، كانت ضربة وصفعة للجزائر والبوليزاريو. تخيلوا على أنه قبل أيام كان المغاربة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وصلتهم واحد الصورة جديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. صورة كيظهر فيها بصحته بخير وعلى خير، الحمد لله. هذا فرح الشعب المغربي، وعادوا يتناقلوا هذه الصورة. خرجوا هادو أبواق ومرتزقة البوليزار وقالوا لأنه تلك الصورة فقط هي ذكاء اصطناعي ولا أصل لها ولا محل لها من الإعراب، وأنها صورة غير حقيقية. فكانت الصدمة الأولى هي ظهور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واستقبل بنفسه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بنفس الصورة اللي كان أظهر بها في الصورة اللي احنا نتكلموا عليها واللي كنا نتداولوها ونتناقلوها بيناتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. وغاضت البوليزاريو الجزائر وقالوا لأنها فقط صورة مفبركة ولا أساس لها من الصحة. ايوا هذا الفيديو راني ماشي هذوك المناضلين اللي حسهم يقولوا على الملك انه اللي ظهر معه هو، وانه قاع صورته ولا صوره معدله بالذكاء الاصطناعي، معني قاع نعرف عنه الذكاء الاصطناعي يقدر يتخلط عليهم هو ونشي وباسي ذاك اليوم. المهم على انه هو بعد يتم صحته، هو مستقبل رئيس الوزراء رئيس الحكومه الاسبانيه. الصدمة الأبرز اللي تلقات البوليزارو من خلال هذه الزيارة الأخيرة لبيدرو سانشيز المغرب، تخيلوا على أنه منذ اعتراف إسبانيا مغربي الصحراء وتأييدها للحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، بدأوا أبواق البوليزارو بمن فيهم التبون وجميع السياسيين والدبلوماسيين والإعلام كينتظروا على أنه سيأتي يوم من الأيام في القريب العاجل وإسبانيا ستتراجع بهذا الموقف التاريخي واعترافها بمغربية الصحراء. فهذه الزيارة الأخيرة لبيدرو سانشيز أكدت إسبانيا اعترافها بمغربية الصحراء، وأكدت على أن الصحراء المغربي، وهذا بحد ذاته صفعة قوية للبوليزاريو والجزائر. فهنا بدأوا كيبحثوا على تفاهة بصيص من الأمل يبروا هذا الموقف اللي سقطوا فيه مرة أخرى. هذا بيدرو سانشيز، وأثناء استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القصر الملكي بالرباط، ذكر وتكلم على الصحراء أوكسيدنتال، الصحراء الغربية. هذا المقطع بالضبط اقتبسوه عناصر بوليزار، عادوا يتداولوا ويكرروا ويعودوا ونشروا من جديد. يقول لك شوف، هذه إسبانيا لا تعترف بمغربية الصحراء وأنها من قلب القصر، قالوا الصحراء أوكسيدنتال، الصحراء الغربية. هذا الجهل، هذا الجهل بحد ذاته. هذه الصحراء أوكسيدنتال والصحراء الغربية، هذا المصطلح حتى المسؤولين المغاربة يقولوا، حتى الملك يقولوا، ورئيس الحكومة المغربية ناصر بوريطة، عمر هلال، الجميع يقول الصحراء أوكسيدنتال. هذه الصحراء أوكسيدنتال، الصحراء الغربية لا تعني نهائيا على أنه الصحراء للبوليزاريو. هذا المصطلح لا يعني على أن الصحراء ليست مغربية. هذا المصطلح الصحراء الغربية لا علاقة له بالبوليزاريو. هذا المصطلح هو المتداول أمميا في القرارات الأممية، هو المعمول به، ولا يمس من مغربية الصحراء، ولا يؤكد على أن الصحراء هي للبوليزاريو أو ليست هي للمغرب. فقط تفاهة دائما استغلوها، يركبوا عليها، يحقوا من خلالها إنجاز، ويضحكوا على ذاك البشر اللي عندهم محتجز في مخيمة جدو. مرحبا، منتدى الحوار الصحراوي، مساوكم سعيد وكيف حالكم، مرحبا بالجميع. قلت انه هذا الاسبوع الماضي تم إلقاء زيارة كان سيقوم بها وزير الخارجية الإسباني للجزائر، تم إلقاءها بشكل نهائي. تزامن هذا ايضا مع مداخله لرئيس الحكومه الاسباني، لانه في واحد من يعني مجلس الشيوخ الاسباني اكد فيه انه لا تقييرة في الموقف الدوله الاسبانيه من
دعم الطرح المغربي المتمثل في الحكومة ذاته. لربما تعود هذا التصريح هو اللي سبب إلقاء الزيارة، وتكلمت بعض وسائل الإعلام الإسبانية وغيرها أن الجزائر كانت تريد أن تحصل على التزام من إسبانيا على تغيير لتخفيف ولا دراسة الطريقة اللي قد يتم فيها تراجع بشكل ولو بشكل شكلي، يعني تغيير ولا أسلوب في تغيير في اللهجة ولا في العبارات. يعني الجزائر كانت تريد أن تناقش مع الإسبان طريقة اللي قد يمرق بها بيان مشترك بين وزير الخارجية الإسباني ووزير الخارجية الجزائري ينص على هذه النقطة، وكان الرد من رئيس الحكومة. تمت لقاء الزيارة بعدها بيومين ولا ثلاثة، هو رئيس الحكومة الإسباني ومعاه رئيس وزير الخارجية الإسباني مسؤولين آخرين يقوموا بزيارة بدأت اليوم للرباط. وسائل الإعلام الإسبانية وسائل الإعلام المغربية وسائل الإعلام الدولية تتكلم على أنه هذه الزيارة ستتم نقاش مواضيع مهمة في العلاقات بين البلدين، تتعلق بكأس العالم وتتعلق كذلك بطريقة التي تحصل بها الشركات إسبانية في اتفاقيات صفقات للاستثمار في المغرب. مرحبا بكم مرة ثانية، منتظر الحوار الصحراوي. يومكم مساءكم سعيد، كيف حالكم؟ لقيت عنه في إطار زيارة الرئيس الحكومة الإسباني هذه والوفد المرافق له، يكلم على البحث في مجال التعاون في عدة مجالات وإبرام اتفاقيات لأجل الفوز شركات إسبانية في صفقات استثمار في المغرب، خاصة أن المغرب وإسبانيا يحضروا لكأس العالم، وكأس العالم هذا سابق دائما خلق اسم الاستثمار للمؤسسات الدولية في العالم تقوم بمنح قروض ميسرة للدول. وهذا العالم اليوم علاقته فيما بينه العلاقات التي تربط الدول هي علاقات استثمار وتنمية وتبادل انطلاقا من قاعدة رابح رابح. إذن هذه الزيارة تدخل في إطار والله بدأت مباشرة عقب إلقاء الزيارة كانت الجزائر. هون يجي نطرح السؤال، هل الجزائر فشلت بانتزاع موقف من إسبانيا لصالحها على حساب المغرب؟ هذا أعتقد أنه نخلو المجال مفتوح للنقاش. الثانية هو من خلال هذه الزيارة عقب إلقاء زيارة الجزائر، إسبانيا حاجة اللي لأنها قد حد يطرح السؤال، ألا تريد أنها توصل رسالة للمغرب تؤكد فيها أنه ذاك الموقف لا رجعة فيه، وتؤكد على الجزائر أيضا أنه هذا الموقف لا رجعة فيه؟ ثانيا هذه الزيارة يبدو نطرح السؤال، ماذا ستستفيد منطقة الإقليم الساقر الحمراء وواد الذهب من هذه المشاريع؟ هل ستكون هناك اتفاقيات لاستثمار شركات إسبانية في استثمار انطلاقا من الصفقات بالإقليم الساقر الحمراء وواد الذهب؟ وهذا شيء غير مستبعد، خاصة أنه مؤخرا ولذلك راسلت الدولة الإسبانية تندد بإقامة مشاريع في الداخل، خاصة نتكلم على فنادق إسبانية. ومن عادة البوليزاريو دائما أنها تقف في وجه أي استثمار أو تنمية تتم في إقليم الساقر الحمراء وواد الذهب، لا من قبل دول الأوروبية ولا قاع دول العالم كامل، ولا حتى تلك اللي تقوم بها المملكة المغربية منذ 50 سنة. هل هذه المحاولات فيما يبدو أنها لم تحقق الهدف المرجو
عند البوليزاريو والجزائر. مرحبا مرة ثانية منتدى الحوار الصحراوي، مساءكم سعيد وكيف حالكم؟ شكرا بعد الحاجة اللي نشرت هذا الروابط بعض وسائل الإعلام اللي طرقت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية. هذه الزيارة تميزت مولي مستجد واستقبال ملكي، استقبال ملكي رسمي رئيس الحكومة، واللي تكلمت بعض وسائل الإعلام عن ياسر من المودة وحسن الاستقبال، وأنه أثناء هذا اللقاء وصل رئيس الحكومة الإسبانية تحيات ملك إسبانيا لجلالة الملك. وهذا كامل يبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الزيارة ناجحة بكل المعايير والمقاييس، وأنها بمثابة خيبة أمل للجزائر التي اشتغلت على أساس تشويش والله إلحاق الضرر بهذه العلاقة.